تعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا إلى عام 1957 وتربط بين البلدين اهتمامات ومصالح مشتركة، منها عملية سلام بالشرق الأوسط وتعاون الأورو متوسطي، فضلا عن مشروعات الطاقة لترتقي العلاقات المصرية الألمانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. تاريخ طويل من العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين تحول على مدار السنوات الماضية إلى شراكة استراتيجية في مجالات عدة، كان على رأسها المجال الاقتصادي، حتى صارت مصر ثالث شريك تجاري لألمانيا في المنطقة العربية. وساهمت العلاقة المتميزة بين البلدين في اقتحام المؤسسات الألمانية الكبرى السوق المصرية بالاستثمار المباشر أو بالتعاون مع الحكومة المصرية في المشاريع القومية الكبرى ضمن خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وأبرزها الشراكة مع شركة سيمنز العالمية في تنفيذ مشروعات الطاقة الكهربائية خلال الأعوام الماضية. في الحقيقة كانت شراكة في مشروع ضخم لتوفير 40% من احتياجات مصر للطاقة الكهربائية بطريقة مستدامة وعصرية ومنفوقة. كان هذا دور سيمنز، ونحن سعداء وفخورون بوقوفنا سويا بجانب الرئيس السيسي خلال إطلاق المشروع رسميا. ناقشنا واتفقنا على 8 مشروعات للطاقة المتجددة في مصر، والتي ستوفر 2 جيجاوات من الطاقة. وفي حال تقسيم العقد الإطاري لمشروعات بعينها، فسنقيم مصنع توربينات الرياح في منطقة قناة السويس. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 5,814,000,000 يورو مقارنة ب 5,568,000,000 يورو عام 2016، محققا نسبة زيادة قدرها 5%، فيما تبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر حاليا 641,000,000 دولار في عدد 1,080 مشروعا في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل. كما يبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية بألمانيا 35,500,000 دولار في مجالات التمويل والأدوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة. وتأتي تلك الطفرة في التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبرلين في النظرة الألمانية إلى مصر باعتبارها أحد أهم شركائها بالمنطقة في مجال التعاون التنموي، وأحد أكبر الشركاء على مستوى العالم نظرا لكثافتها السكانية وارتفاع نسبة الشباب فيها وقيمتها السياسية بالنسبة للمنطقة، وكذلك لما تحظى به من إمكانات اقتصادية، إذ تقدر ألمانيا قيمة التعاون التنموي الحالي بنحو 1,700,000,000 يورو في صورة منح وقروض.